صباح الخير من جديد انقسام بين أساتذة التعليم الرسمي بين العودة إلى المدارس والاستمرار بالإضراب أزمة الشغور بالرئاسة الأولى مستمرة وأيضا حياتيا خمس حالات انتحار بأسبوع واحد عم تنذر بالأسوأ بحلقتنا لليوم نبريس ريفيو جولة على أبرز العناوين اللي تصدرتها الصحف المحلية العالمية وأيضا العربية بالإضافة طبعا لقراءة سياسية لأبرز التطورات مع صحفية يارا أبي عقل لا تطلعنا أكثر على مقال المنشور بجريدة لوريون لجور يلي أيضا رح نكون بحديث معه بعد دقائق ولكن بنبدأ حلقتنا مثل العادي بفقرة اليوم في التاريخ بمثل هيدا النهار من عام 1975 وقعت اتفاقية الجزائر أو وقعت هذه الاتفاقية بين العراق وإيران تحديدا بين نائب الرئيس العراقي أنذاك صدام حسين وشاه إيران وبإشراف رئيس الجزائر حيث تم بموجبة تسوية النزاع الحدودي بين البلدين هلا أم نبدأ جولتنا على الصحف المحلية تحديدا من صحيفة النهار لنشوف صفحتها وعناوينها الرئيسية قواعد الاشتباك الجديدة منازلة مفتوحة بالنصاب الراعي غياب رجال الدولة عندنا عودة كيف الخروج من المأزق والوجوه الحاكمة هي نفسها الجيش يتصدى لخرق إسرائيلي قرب عيت الشعب واليونيفل تحض على تجنب التوتر أيضا ضمن الصفحة الرئيسية أوكرانيا صد 130 هجوما على بخموت والافتتاحية بقلم نيلة وين تحت عنوان من فمك ودينك نبقى بصحيفة النهار نقرأ بعض العناوين الداخلية استعداد بايران للتعاون تازم حافه الهاويه ننتقل الى اسرار الالهه نقرا بعض الاسرار تبين ان موفد حزب الله وفيق صفا كان ابلغ صباح الجمعه ما قبل الفائت اللواء عباس ابراهيم ان التمديد له صار واقعا وتم الاتفاق عليه قبل ان يبلغه مجددا ليل اليوم نفسه ان الامور تفركشت وفق ما ابلغه الرئيس نبيه بري يقول أحد المصرفيين أنه سأل الرئيس حسان دياب عن قرار توقف لبنان عن دفع سندات اليورو بونز فأجاب هذا قرار خطير لا يمكن أن أمضي به ولما التقاه لاحقا وعتبه قال دياب القرار كان أكبر مني ولم أتمكن من التصدي له يسأل أحد نواب المتن الشمالي عن الدافع إلى توقيف العاملين في النيف الدكوانى وتعطيل المرفق وحرمان الخزينة المليارات في حين أن مقارنة بسيطة مع مركز الأوزاعي تبين تفلته من كل رقابة وأن عمله مخالف لكل القوانين من دون إقدام أمن الدولة على تعطيله ويسأل عن انتقام سياسي يقوده حزب معروف يدين له أمن الدولة بالولاء ننتقل مشاهدينا إلى صحيفة اللواء أسبوع الاختبارات في العودة إلى المدارس وحماية التيار الكهربائي لعب رئاسي على المكشوف دار الفتوى لالتزام الطائف وبكركي للخروج من معادلتي الممانعة والسيادة أوستن في الأردن دعم الحلفاء بمواجهة طهران بخموت الصمود الأوكراني يؤخر إعلان الانسحاب نبدأ نبقى باللواء وننتقل إلى همس ما زالت شخصية بارزة يتداول اسمها في البورصة الرئاسية تصر على عدم تشكيل فريق عمل على اعتبار ان الخوض في الغمار الرئاسي لا يعنيها لا من قريب ولا من بعيد. في غمز يعتبر يعتبر سياسي مسيحي مخضرم ويقول هذا السياسي بان نائب رئيس مجلس النواب اصبح يغرد خارج سرب التيار الوطني الحر بما يتوافق مع ايقاعات عين التيني. أما في لغز فتوقعت تقارير أمريكية مستقبلا مظلما للقطاع المصرفي اللبناني إذا لم يبادر أصحاب المصارف إلى ضخ الأموال اللازمة لإعادة تعويم مؤسساتهم واستعادة ثقة المودعين والمؤسسات المصرفية الخارجية ننتقل مشاهدينا إلى صحيفة لوريون لجور يلي كان عنوانها الأساسي المعركة تحتدم اسم ثالث أو الفوضى معضله حزب الله عنوان مقال يارا ابي عقل ايضا يلي كان بترجمته الحرفيه جوزيف عون بمواجهه اجتهاد بري وايضا تطرقت يارا بهذا الموضوع الى مواقف الرئيس نبيه بري من انتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون كرئيس للجمهوريه ننتقل الى يارا ابي عقل عبر الهاتف صباح الخير صباح النور يارا ذكرتي بمقالك كل المعطيات المحيطه والوقائع المحيطه بموقف الرئيس بري من ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون يعني كي تيكون مرشح رئيسي لانتخابات رئاسه الجمهوريه، هل نبيه بري اليوم اعتبر بانه ظروف لا تسمح بتعديل الدستور من اجل انتخاب العماد جوزيف عون تماما مثل ما قال بتصريحه ولكن هل هذا الامر سيقطع فعلا الطريق على العماد عون؟ مم. يعني هو ممكن ما يقطع الطريق على, على قائد الجيش بس هو بأكد المؤكد يلي بيقول وصرنا نعرفه يعني انه قائد الجيش لحتى تقدر تنتخبه رئيس جمهوريه بدك اتفاق سياسي عريض وحتى نقدر نوصله وهو شيء اللي شفناه مع الرئيسين أمين لحود وميشيل سليمان والأهم أنه حتى بالاتفاق السياسي يعني هني بفسروا الدستور مثل ما بدهم والدليل أنه وقت انتخاب الرئيس لحود تم تعديل الدستور انطبخت الطبخة ليتعدل الدستور ووقت الرئيس ميشيل سليمان اللي كنا بنفس الظروف اللي عم تحكي فيها كان عن سقوط المهل وانه ما بقى فينا نتخطى فينا نتخطى فكره تعديل الدستور هيدا الوقائع قال عنا بري بأن كانت استثناء بوقتها يعني هل برايك اليوم حديثه عن ضروره تعديل الدستور هو حجه كي يقطع صح. الطريق امام العماد جوزيف عون؟ حجه سياسيه لانه بكره بس يجي الاتفاق السياسي ممكن يفاجئوك ويمشوا كلهم بالاتفاق السياسي مثل ما صار بايام ولا وقت انتخاب الرئيس مجال سليمان هلا ما حدا بده يحرق اوراقه يعني هو قدم هلا المرشح دفشوا لقدام للوزير فرنجيه وصار عندنا مرشحين رسميين الاستاذ ميشيل معوض من مال والسليمان بيك فرنجيه من مال هلا بعد ما اجى وقت انه الناس تتخلى عن ورائها او يعملوا خطوه لورا لحتى يعززوا فرص التسويه والاتفاق بعد ما عم نلعب اللعبه السياسيه او الديمقراطيه لبس تدق ساعه التسويه يكونوا كلهم جاهزين التسويه على الطريقه اللبنانيه يكونوا كلهم جاهزين لحتى يعملوا هاي الفشخه لورا ونروح على انتخاب رئيس جمهوريه يعني موقف بري فعليا هو تكريس اخر لفكره ترشيح سليمان فرنجيه وايضا لا يقول يمكن حزب الله او الثنائي الشيعي بانه مرشحنا الرسمي والوحيد حتى هذه الساعه هو سليمان فرنجيه صح حتى تدق ساعه التسويه على الطريقه اللبنانيه على الاقل طيب يارا كمان ذكرت بمقالك كل التصريح يلي كانت عم تدعم موقف بري فيما يتعلق بضرورة تعديل الدستور ولكن اليوم حتى كان نقل عن الرئيس بري بأنه إذا كان في رفض مستمر لعدم ترشيح أو لترشيح فرنجية من قبل الفريق المعارض للثنائي الشيعي فأنه البلد ما رح يكون يعني رح يكون عالق بمشكل فعليا، لوين ممكن تتجه الامور اذا فعلا ظل في هذا الاصرار على سليمان فرنجيه بظل وجود فريق يرفض رفضا قاطعا اي رئيس جمهوريه واصل من عند فريق الممانعه. يعني ممكن كل السيناريوهات ببلد المفاجات اللي نحن فيه متوقعه عشان هيك يمكن كان عنوان الاوريان لجور عن الفوضى اليوم. يعني يمكن نحن عايشين مع طبقه سياسيه يمكن ما بيعرفوا يشتغلوا على البارد وعلى الري يمكن يخب... نروح على رئيس على السخن مثل ايام 7 ايار مشان مشان هيك يعني ما بيستبعد السيناريو اللي على السخن بس ان شاء الله ما نوصل لهون مش معناتها انه عم نبشر بالفوضى بالعكس عم نحذر انه انتبهوا ما نوصل لهال... لهالمواصل لانه مثل ما بيقول الرئيس برك دائما عن جد البلد ما بيحمل اذا في نقطة يعني فعليا مع فيها الرئيس بري هي هاي انه نحن ما بنحمل هاي انه انت عم بتماطل بالرئاسة بوقت اللي الدولار عم بيقرب على حاجة نفسي مثل ال 100 ألف ليرة نحن وقت ال 10000 وما حملناها فهن ان شاء الله يكونوا واعيين لهال لهالفوضى الفعلية اللي عم بيقر... عم نقرب عليها بشكل خطير يعني ان شاء الله لا يعني علما انه البترك الراعي كمان حط المعادلة امبارح يعني رفضهم اثنيناتهم رفض الاستاذ معوض والاستاذ فرنجي وعم بقول روحوا على حدا ثالث تنشوف اذا بيسمعوا من هون اذا بدك يعني <applause> المشكله الرئاسيه لهلا هو حدا <applause> ثالث مين ممكن يكون خارج الطرفين ولا مرشح تسويه هيدا الموضوع <applause> يلي مفترض يبين بالاسابيع <applause> المقبله على امل بالاسابيع المقبله مش بالسنوات المقبله مثل ما صار بال2014 شكرا لك الزميله يارا ابي عقل مشاهدينا فاصل اعلان سريع بعده بنرجع لحتى نتابع قراءة أبرز عناوين الصحف مشاهدينا بنرجع سوا لحد نتابع جولتنا على الصحف بنبقى مع الصحف المحليه وبنوصل الى صحيفه نداء الوطن. سلامه يخوف حزب الله من الاتفاق مع صندوق النقد. خطه ثنائي حرق قائد الجيش ورشوه باسيل فانتخاب فرنجية. عبد الله ثاني لاوستن لخفض التصعيد في الاراضي المحتله. زيلانسكي معركه دونباس مؤلمه وصعبه. ننتقل الى خفايا ذكرت مصادر مطلعة أن رئيس تيار المرد سليمان فرنجي طلب من حزب الله مهلة شهر إضافية يأمل خلالها في تأمين عدد كاف لانتخابه عقد منذ فترة قصيرة اجتماع بين مرجعية روحية ومسؤولين دبلوماسيين أوروبيين تناول فيها البحث بملف رئاسة الجمهورية لكن النتيجة كانت سلبية من ناحية صعوبة تحقيق الخرق نتيجة الازمه الاقتصاديه اجرى عدد من المدارس الخاصه دراسه اتخذ على اثرها قرار باقفال عدد من المدارس مطلع العام المقبل، لكن الاخطر هو ان هناك ارساليات موجوده منذ ما قبل لبنان الكبير تدرس خيار اقفال عدد كبير من فروعها للابقاء على وجود رمزي لها. ننتقل الى صحيفه الاخبار. اعلان الترشيحات لا يعني اقتراب الحسم. رجال في الظل ننتقل الى صحيفه الشرق لا انتخاب رئيس للجمهوريه قبل اتفاق امريكي ايراني سجالات الداخل تتفاقم بانتظار كلمه السر الجيش منع بالقوه خرقا اسرائيليا للخط الازرق الى صحيفه الديار احتدام الكباش بين فرنجي وقائد الجيش يحيي حظوظ مرشح ثالث معراب غير متحمسة لحراك بكركي الأزمة وطنية لا فردية انقسام بين أساتذة الرسم قسم في الشارع وقسم في المدارس إلى صحيفة الشرق الأوسط إيران تواصل الغموض النووي ونتنياهو يهدد حفتر يؤكد تمسكه بطرابلس مهما كانت الظروف إعادة تكليف النواف تشكيل الحكومة الكويتية الصين لزيادة الانفاق العسكري والتدريبات القتالية فصل ثاني قصير وعد نرجع لحتى نقرأ العناوين بالصحف العالمية إلى الصحف العالمية وهالجولة من من صحيفة لوموند وصحيفة أيضا لوفيغارو لوموند ولفيغارو تناولوا أبرز التطورات على الساحة الفرنسية لاسيما مسألة إصلاحات التقاعد وتداعياتها يلي بعدها عم تثير موجة من الاحتجاجات بفرنسا أما صحيفة The Guardian فتناولت مسألة الحرب بأوكرانيا وعنونت الاقتتال مستمر من أجل بخموت إلى صحيفة واشنطن بوست يلي عنونت مصلحة الضرائب تستعد لا يمكن تصور ما سينتج عنها موسم ضريبي عادي وأخيرا مع صحيفة نيويورك تايمز يلي كمان عنونت وتناولت مثل جارديان موضوع الحرب في اوكرانيا وشبهت المعارك الدايره بحرب الخنادق لهون مشاهدينا بنكون وصلنا لختام حلقتنا دقائق وبنكون سوا بنشره الساعه 8 فكونوا معنا